والقضية قضية رجال. صحيح، القضية هي قضية تاع رجال، والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل تاع رجال، اختيار رجال. حتى نكون صريحين، يعني هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا نقول إذا كان قلنا نعم نكونوا غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة، أن لا سيدة في هذا البلاد، أن لا سيدة في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج، وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأن نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. احنا حاولنا باش نهتم بالفلاح، حاولنا باش نهتم بالفلاح، ما قلنا لوش بلي رانا سيادك ولا نحن أمراء عليك. ما قلناش بأن احنا أمراء على هذا الشعب، قلنا بلي رانا خارجين من وسط هذا الشعب، ونعرف المشاكل نتاعو، ونعرف الصعوبات نتاعو، ونعرف الإحساسات نتاعو، ونعرف الشعور نتاعو. فلهذا نحن أبناء شعب، ونحن في خدمة هذا الشعب، وليس ثورة عائلة مالكة. الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الارض ولا تحت الارض، خدامين احزاب. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبة، ما فيش اقصد المراقبة الادارية، ما كانش عندنا ادارة كما راه موجودة اليوم، لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الورشنيس وهز شقارة نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة، الثقة بين المجاهدين كمجموعة، تعتبر المصير نتاعها واحد. الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذا كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. الشيء اللي قدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا ننتسب إلى جيل لأننا خدنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا ما نفهمش أبدا، وعارفين بأن هذوك اللي ماتوا، عارفين بأن هذوك اللي ماتوا هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. يحملنا التاريخ كخونة، يحملنا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة، وإذا كان قابلنا هذه النكسة، الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راح تجيها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خطيرة المعركة؟ لا، ما اخترناش الحرب لأن ما استعملناش كل وسائل التالة، ما اخترناش الحرب